ورجعنا بعد الفاصل ومعايا فقرة خاصة جدا عن الفاشن. ضيفتنا النهاردة رسمت لنفسها خط جديد جدا، مش بس كده دي كمان رفعت شعار اشتري المصري. معايا ومعاكم نيرة سليمان صاحبة نيرة فاشن ستور. مرحب بك يا نيرة. اهلا يا شيرين، ازيك؟ نيرة في البداية كده احنا عايزين نبذة عن نيرة سليمان، مين هي؟ انا نيرة سليمان، عندي 30 سنة، معايا بكالوريوس خدمة اجتماعية. انا من زمان بحب الفاشن والموضة جدا، وبدأت فتحت ستور صغير وبدأ يتطور معايا مع الوقت والحمد لله وصلت. طيب للناس. احنا عايزين نعرف مين اللي شجعك على او جاتلك ازاي فكرة اللي انت تفتحي ستور ومين شجعك فيها؟ بصي، هو في البداية بصراحة كنت انا عامل رئيسي في العيلة في اي ايفنت، كل الناس محتاجة رأيي في ان اللي بيشتري لبس محتاج اكسسوارز، محتاج اي حاجة، فكنت انا دايما بياخدوا رأيك انت العامل الرئيسي، فكان الموضوع متعب جدا بالنسبة لي. بس عشان انا بحب المجال ده جدا كنت بدي رايي طول الوقت، لحد ما جيت قلت ممكن نبدا بحاجه بسيطه كده. مين بقى اللي شجعك وقال لك افتحي فكره الستور؟ بصي، بصراحه في حد ليه فضل عليا، استاذ عبد العزيز حجازي. ده من اول الناس اللي بدات اشتغل معاها. هو حد في مجال الملابس، حد ليه اسمه. هو لما شافني قال ان انا عندي كاريزما وعندي عندك سنس اللي انت تختاري اللبس بالظبط، بقدر اوفق الموديلات مع بعض والالوان. بصراحه هو اول حد شجعني، ليه الفضل يعني، انا بشكره جدا. ومن بعده بيتي، اهلي كلهم الحمد لله ثقتهم فيا ودعمهم ليا طول الوقت كان مشجعني ان انا اكمل. تمام. طيب نيرة، انا عارفه برضو الستورز بتاعك يعني شامل كل حاجه فعلا. بالظبط. طيب قولي لي انت موجود في ايه، يعني انت بتبيعي في ايه؟ بصي، هو انا بصراحه طول الوقت كنت معتمده على المنتج المستورد. عندي دايما فوبيا من المنتج المصري. عندي كل حاجه، الاكسسوارز بمشتقاتها، حزام، نضاره، اكسسوار، شوز، شنطه، كل الحاجات دي تشمل الاكسسوارز بتاعتي. انا شايفه كده ان الست تخش لك والبنوته من الاول، من ايتو زيت بالزبط. تاخدك من الاول بالظبط. طيب احنا معانا بعض الصور، ممكن تكلمينا عنها؟ الصور جاهزه؟ كلمينا بقى. بصي، دي حاجات من الكوليكشن الشتوي. عباره عن ايه؟ عبارة عن شال وكارديجان والحزام والبنطلون والشوز، كل الحاجات دي من الستور عندي. تمام. انت اللي بتوفقي الطقم كله يا نيرة، ولا البنات هم اللي بيختاروا ولا ايه؟ لا، هي بالنسبة لي انا كان عندي الدنيا مختلفة شوية. العملاء بتاعتي كانوا دايما معتمدين على رأيي في كل حاجة، يعني كنت بعمل الاوتفيت كله علشان هم يستفيدوا منه. يعني انت بتعمليه على نفسك الاول على اساس ان هم يشوفوه ويجي يطلبوا على طول من طريقة، وكانوا بيشوفوا وبيقدروا. طيب الطقم ده بقى من الكوليكشن الجديد ان شاء الله، اللي هو المنتجات المصريه اللي انا حابه اتكلم عنها النهارده ان شاء الله. طيب تمام. ده جينز؟ ده شميس جينز كده، ماتيريال مصري والفينش مصري، كل التقفيل كله المنتج اصلا مصري. طيب نيره، كنت عايزه اسالك ايه الصعوبات اللي قابلتك عامه في الاستيراد؟ يعني انت بتقولي كله الستور عندك كل حاجته كانت استيراد، ايه الصعوبات اللي قابلتك؟ لا بصي، بصراحه المنتج المستورد يعني صعب تلاقي فيه ديفو او مشكله، دي حقيقة، عشان انا كده كنت طول الوقت معتمد على ده. ممكن المشكلة الوحيدة اللي كانت بتقابل العملاء ممكن السعر. تمام. بس مع الوقت الناس بدأت تشوف ان الماتيريال والفينش الكويس، طبيعي لازم يكون السعر الى حد ما عالي شوية. طيب انت لقيتي اقبال اكتر على ايه؟ يعني شايفة كده البنات والستات لما بيقولك بيطلبوا اكتر حاجة عندك ايه؟ بصي، في الوقت الحالي كل الناس بقت مدمنة الاكسسوارز، يعني هي اكتر حاجة بتظهر الطقم جدا، من شنطه، العقد، الساعه، الحاجات دي كلها الحاجه الاساسيه اللي بتظهر الطقم عموما يعني. طيب كلميني عن الاكسسوار اللي انت لابسه ده. كان جميل جدا. بصي، هو الحاجات دي كلها ستانلس، الماتيريال دي، كل الحاجات ده دي كله من عندك في الستور؟ كل ده شغلي. الحاجات دي مستورده، الماتيريال ستانلس ما بتغيرش لون خالص. اسعارها بتبقى عاليه شويه، بس هي حاليا في متناول الجميع، يعني كل الناس بدات تطلبها بالاسم علشان الماتيريال. طب طيب انا برضو عايزه اسالك، انت اللي بتقولي للبنات يلبسوا ازاي، ولا البنات بيبقوا عارفين داخلين يلبسوا يعني يختاروا هم القطع، ولا انت اللي بتساعديهم في اختيار القطعه؟ بصي، انا بالنسبه لي العملاء بتاعتي اتعودوا ان هم يدخلوا اللي انت اللي تختاري بالظبط. بيدخلوا خلاص، يعني انت مريحاهم في كل حاجه يا نيره؟ بالظبط. حتى الاكسسوري؟ تمام. يعني بصي، هم اتعودوا ان انا عندي اقدر، بس عندي كاريزما ان انا كل جسم ليه حاجه معينه، فبدات اوصل لكل بنت اللي جسمها رفيع متضايقه من حاجه معينه، ببدا الاقي لها طقم معين يتناسب مع جسمها. يعني نقدر نقول ان انت اديتي مصدر ثقه للعملاء بتوعك.
بصراحه هو ده اللي عمل اسمي الحمد لله، لان طب العملاء كويس كانت جدا. بتدخل تلاقيني قادره يعني اوصل لهم اللي هم محتاجينه بافضل صوره الحمد طيب لله. نكمل بيت الصور بقى وبعد كده نرجع. تمام. الصوره ديت يا نيره كلميني عنها، عباره عن ايه؟ ده بنطلون جينز مصري والجاكيت القصير دوت نازل موضه السنه دي، الحاجات دي كلها مصري. انا كل الصور اللي نزلت على الشاشه دلوقتي ده المنتج المصري اللي انا حابه اتكلم عنه بعد ما كان عندي فوبيا منه بصراحه. طيب انت شايفه ان المنتج المصري ممكن يكتسح فعلا عندك الستور عن المنتج المستورد؟ نقدر نقول الوقت الحالي انا حابه يكون ليه لاين معين في المكان عندي حتى لو بسيط، بس انا من بعد ما كنت ما بدعموش خالص عشان دايما لا اما ماتيريال مش حلو قوي لا اما الفينش مش حلو، بقيت حابه لا يدخل المكان عشان انا حابه ان حاجات المصري هي فيها ماتيريال حلوه جدا، بس طب احنا انت الى حد ما لسه ما وصلناش. شايفه ايه اللي ممكن يختلف المنتج المصري عن المستورد؟ بصي بصراحه المنتج المستورد هو ليه مقاييس عالميه وحلوه فعلا جدا، يعني حتى في السايزات بتاعته بتلاقيها متناسبه جدا، يعني اللي بيلبس ميديم بيلبس ميديم سمول لارج كل المقاسات دي فعلا بيرفكت فيها جدا. تمام. فانا نفسي المنتج المصري لما يتعمل يتعمل بنفس يعني نفس الجوده دي الجوده نفس بالظبط. الجوده. طيب نيره انا عايزه اسالك عن المنتج المصري شويه، انت هتصمميه بايديكي ولا برضو هيبقى جايباه؟ بصي هي الحاجات الجينز دي الحاجات الجينز دي لا. انا اشتريتها بعد تمام. ما كنت بجيب فعلا البنطلون الفوريفر 21 والهالي والحاجات دي، دي مستورده عملت عندي بصراحه مستوى وصل للناس جدا وبدات تطلبها. دلوقتي اللي نزل السنه دي نزل الماتيريال المصري بتقفيل مصري حاجه فعلا فعلا جودة كويسة. كويسه جدا ده نزلته. بالنسبه للديزاينات الجديده انا بصراحه حابه الفتره الجايه اشتغل جدا ان انا اجيب ماتيريال اوريدي هتبقى من مصر وابدا اعمل ديزاينات بسيطه توصل للناس، فان شاء الله اعملها باسمي. يعني يعني الديزاين ان شاء الله اللي انت هتعمليه هيكون بايديكي، تصميمك انت، تصميمي، لكن طبعا الفينيش هيكون عند حد بالظبط. تاني بس انت اللي بالظبط هترسمي لكن الديزاين. ماتيريال مصري وان شاء الله نعمل ديزاينات جديده طب للناس. انت شايفه الاقبال هيبقى على المصري هيكتسح المستورد؟ ان شاء الله ان شاء الله عشان هنوصل لحاجه قويه، يعني احنا ان شاء الله عندنا منتج كويس واكيد عندنا مصانع محترمه نقدر نطلع حاجه كويسه، واهم طيب. حاجه في المنتج الماتيريال كويسه والفينش الكويس. طيب أكيد. انا شايفه ان انت مهتميه بحريمي بس، دي حقيقه. ما فكرتيش ان انت تدخلي اطفالي او مثلا رجالي؟ لا خالص. طب ليه؟ متعبين الرجال يعني جدا. والاولاد؟ جدا. بصي بصراحه الاطفال محتاجين مجهود اكبر رغم ان انا بعمل مجهود جدا عشان انا بوفق كل حاجه للعميل بتاعي، وانا على فكره بوصل لحد البيت الطقم الاوتفيت كامل، يعني في العملاء بتوعي بيتصلوا بيا وبعمل اوتفيت كامل وببعته البيت، وبصراحه ما بي الحمد طب لله ما بيرجعش. اقفلك على النقطه ديت، انت بتقولي لي ان انت عندك توصيل، اذا ان انا ممكن اتصل بالتليفون واقول لك انا عاجبني الديزاين ده توصله لي؟ دي حقيقه. وعلى فكره انا عندي عملاء كتيره جدا في القاهره، انا المكان بتاعي طبعا في جبين الكومنوفيه. تمام. بس انا ان شاء الله قريب هعمل مكان في القاهره ان شاء الله وهنعلن عنه، عشان عندي عملاء كتير من القاهره بصراحه ومش متعبين جدا، هم مجرد ما بيشوفوا الديزاين بيبعتوا وببعت انا. طب انت بتوصلي كمان القاهره حاليا؟ في كل مكان. الشحن بيوصل اي شركه شحن بتفق معاها وبيوصل في اي مكان. طيب برضو نطمن الساده المشاهدين، يعني في ناس كتيره مثلا عندها فوبيا تقول لك ايه انا لو اشتريت اللي هي الاونلاين يبدا مثلا الاقي الخامه مش موجوده هي نفس في الصوره، الاقي الشكل مختلف، لو لقوا مثلا حاجه زي كده ممكن يرجعوها عادي؟ واللي بيرجع وانا بدفع مصاريف الشحن. تدفعي مصاريف الشحن؟ يعني انا ما عنديش مشكله ما دام في حاجه فيها مشكله خاصة بالمكان بتاعي، يعني لو المنتج هو نفسه فيه مشكلة يعني اقدر ارجع بدل مش سوء استخدام، ما عنديش ادنى مشكلة خالص. طب انا عايزة اتكلم برضو على الشنطة اللي جنبك دي، يا عجباني. دي من الستور؟ اوكي. بصي يا سيدي دي مستوردة، الشنطة دي مستوردة شانل، الحاجات دي شغلي موجود عندي. بس برضو حابة اتكلم ان احنا بقينا في حقيقي انا مسكت في الفتره اللي فاتت اكتر من شنطه فعلا مصري والماتيريال كويسه جدا، يعني بغض النظر ان دي مستورده بس انا حابه نوجه رساله للناس ان المنتج المصري فعلا يستحق. يعني انت فعلا عايزه ترفعي شعار اشتري المصري؟ دي حقيقه، وان شاء الله هتعامل على كده الفتره الجايه عشان في حاجه كويسه لازم نوصلها يعني. ان شاء الله. طيب انا عايزه اشوف ايه اللي بيميز ستور نيره سليمان عن اي ستور تاني؟ الاختلاف. انا فعلا برايي كل العملاء الحمد لله ان انا المكان عندي مختلف جدا جدا، يعني انا المكان عندي مش ستور كبير مش حاجه واو قوي، بس انت بتدخلي المكان بتشوفي كل حاجه، بتلاقي كل حاجه بالظبط وعينك بتيجي على كل حاجه بتلاقيها مختلفه. وبعدين انا مش بجيب الشغل احطه عادي، لا انا بنسق الطقم، يعني ممكن احط بيزك على تي شيرت معين على الجاكيت معين، يعني انت بتدخلي بتشوفي اوتفيت جاهز لحد الشوز تحت التصميم، يعني اقدر اقول ان انت بتريحي العملاء عندك ان جدا. انت لما يخشوا يلاقوا الطقم الديزاين كله فعلا موجود. انا بتعب والعملاء بيرتاحوا.
طيب هما انت بقى اللي بتساعديهم في اختيار لبسهم على طول كده؟ انا في ناس بتوصل الستور عندي وانا مش موجوده بتمشي بتمشي. طب ما دي مشكله كبيره يا نيره. ما هو ده محتاج طبعا تواجد طول الوقت في المكان، بس زي ما قلت لك انا بدات اصور حاجات كتير بنفسي، وحتى لو الفتره الجايه مش هصور انا الاوتفيت بنفسي، هيبقى معايا موديل هوصل للناس قد ايه ممكن تلبسي الطقم باكتر من طريقه ويوصلوا للمعايير. طب الفكره دي كمان برضه كويسه جدا، لان يعني في بنات كتيره جدا بتشتري الطقم وخلاص وتركنه وتقول لك انا لبسته مره مش عارفه البسه تاني. فانت كده بتوفري لها انها تلبسه باكتر من شكل. بصي انا دايما العملاء بيدخلوا يقولوا لي مثلا كل مره بتبقي لابسه الحاجه بستايل مختلف لدرجه ان احنا بنعتقد ان هو اصلا جديد خالص. جديد بالظبط. طب بتعملي ايه؟ بصي بصراحه دي موهبه من عند ربنا الحمد لله. ان انا ممكن افتح الدولاب الصبح اطلع كل بيس احطها على بعض، انا عملت طقم جديد خالص واللي هو في الدولاب مثلا من فتره طويله يعني. طيب تقولي للبنات ايه ازاي تختار لبسها؟ يعني مثلا في بنات بعيد بقى عن ستور نيره تختار ازاي لبسها؟ يعني تقولي لهم ايه؟ بصي اهم حاجه يعني كل واحد هناخد شويه من افكارك كده يعني. بصي اهم حاجه ان كل واحده تناسب الحاجه اللي تمشي مع جسمها. دي اهم حاجه. يعني في بنات بتبقى رفيعه بتلبس حاجات بتبين رفع الجسم وده غلط جدا، وفي بنات بتبقى جسمها مليان شويه بتلبس حاجه بتظهر مفاتن جسمها وده مش صح خالص. ودي الحاجه اهم حاجه ان انا البس الاوت فيت تليق مع شكل جسمي. يعني اهم حاجه تختار الحاجه تبقى ماشيه مع جسمها بالزبط. سواء كانت رفيعه او كانت بعيد عن الموضه والفاشن وايه الموجود دلوقتي اون فاشن او الحاجه الموضه، انا بصراحه ما بتمشاش مع ده خالص، انا بتماشى مع الحاجه اللي بتتناسب مع شكل جسمي وبتديني شكل. يعني ده اللي نقدر نقول ده بيميز نيره سليمان، ان هي فعلا بتقدر عندها السنس ان هي ممكن تختار اللبس ازاي بالظبط واقدر اوصله لكل واحد. نيره بشكرك جدا جدا وبجد عايزين تكوني معانا الفتره الجايه كمان وانت بتعملي الحاجه بايديكي عشان نرفع شعار اشتري المصري. بشكرك جدا. ودلوقتي تعالوا نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل باقي حلقتنا.